شوف يا سيدي، احنا شفنا ايات ربنا والله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى ثبت قلوبنا بالعديد من الايات لمن كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. يعني الست دي طلعت هددتنا كلنا بالقتل، والفيديو مشهور وعرضناه عشرات المرات، قالت اللي هيتكلم ولا مش عارف هيعمل ايه هنذبحه، فهددت المعارضين بره كلهم بتقطيع المعارضين زي ما ايه زي ما الست عملت. فسبحان الله سبحان الله، تيجي الايه بنفس ما هددتنا به، يعني ابنها متهم مش قضيه اغتصاب بس ولا مش في قضيه قتل، ولسه في ناس قلبها قافش كده وما بتتلقاش ايات الله سبحانه وتعالى. هي عايزه الايه الصريحه كده، ربنا بيدي ايات ليقول الالباب. يعني انا فوجئت بان هي بتتكلم على الانسانيه والصدق، اللي هي بتهددنا بالقتل، بتطلب من الناس انسانيه وصدق، والحقيقه بتطلب. وشفت بعض الناس يتكلموا مع الانسانه النبيله، ويجب التعاطف مع الوزيره. يعني انا مش قادر الحقيقه، هو معلش انا اسف، هو ابنها مخطوف، لو ابنها ده عيل صغير مخطوف انا هقول ايه؟ اه فعلا لازم نتعاطف، دي ام مصريه، نتعاطف معاها وننحي الخلاف السياسي على جنب. حاجه عجيبه جدا، ده ابنها قاتل وقتل اتنين. يعني انا حاب يا جماعه في ايه مالكم؟ هو هي دينا دربكت؟ هي الانسانيه والتعاطف والاخلاق الحميده دايما في صف من يملك القوه، لكن الواد اللي امه ماتت في رابعه وقال لها امي بالله عليك يا امي ما خدش انسانيه ولا خد تعاطف، امه ارهابيه تستحق القتل. ازاي الانسانيه بتتوزن عند الناس دي؟ طبعا الست عندنا طبعا 200,000 علامه استفهام، الست اعلنت النهارده، وطبعا اعلانها له قصه، لان الحكايه معلنه سواء في القنوات عندنا او في الاعلام الخارجي اديله 3-4 ايام، لكن الاعلام المصري والف السلام وتحيه للصحافه المصريه والاعلام المصري، ولا خبر ولا لوزاره الهجر، ده مش ياسر جلال يا عم، ولا رفقاء، دي وزاره الهجر ابنها متهم في قضيه والعالم كله بيتكلم ولا نفس. هل قرات خبر واحد قبل النهارده عن الحكايه دي؟ لا. شفت كلمه عند الاستاذ عمرو ولا الاستاذ احمد ولا لا؟ ليه؟ لان تليفون السامسونج اوعى تتكلم في القضيه. ليه بقى؟ لانه البهوات كانوا شغالين في محاوله انقاذ ابن معالي الوزيره، فاكرينه اللي اتقتلوا هناك في امريكا دول يا عيني هو الواد الزبال بتاع بولاقة الدكرور. ما طبعا كل الكلام النهارده على السوشيال، تخيلوا لو كان هذا الولد الشاب ده، مش ولد ده عنده 26 سنه، تخيلوا لو كان هذا الشاب قتل الاثنين دول في مصر كان هيحصل ايه؟ اذا كان ابن نائب وخده في ايده وهو مروح، فمالك ابن وزيره بقى؟ قال له انا ابن وزير، قال له انت بتكلم كده عادل امام، قال له انا ابن وزير، قال له انت بتكلم. فكل السوشيال النهارده بتتكلم على ايه؟ بيتكلم على ماذا لو كان في مصر. هي دي مش طعنه في ثوب القضاء العفيف، قضاء مصر الشامخ، ان الجميع فقد الثقه فيه؟ مش كده ولا ايه يا سياده النائب يا سياده حماده بيه، سياده المستشار حماده، مش كده ولا ايه؟ شفتش البوستات بتاعت الناس النهارده ومن الايام اللي فاتت وهي بتتكلم على ماذا لو ابن وزيرة الهجرة قتل الاثنين دول هنا؟ كان هيعمل ايه؟ سيناريو معروف، قتل خطأ، ودية زي ما حصل مع كريم الهواري، او على الاقل خالص طردية زي ما حصل مع ابن النائب العام، لكن ابن الوزير يتحبس؟ ده ابن وزير، هو قال كده، مش قال له كده في الفيلم، قال له انا ابن وزير، انا اتحبس؟ ده راسخ في ذهنه فعلا، انا ابن وزير، بس عشان بلاد الكفر اللي هناك عندهم عداله وما يعرفوش ابن الوزير من ابن الغفير، فالقاتل يحاسب، عشان كده النظام قعد اديله شهر يستخدم كل ادواته الدبلوماسيه والسياسيه عشان يطلع ابن الوزيره، ما عرفش يطلعه، فاضطرت سياده الوزيره انها تعلن الخبر وتقول لك ان احنا في محنه، زي ما بقول لك كده، المحنه اللي تستحق تعاطفي انا شخصيا، وكنت انحي خلافي معاها، وكنت انحي تهديدها لي ولزملائي المعارضين انه ابنها يكون مخطوف، لكن انت متهم في جريمه قتل وقتل اثنين.